رح تستسلم، بعرف انك رح تطيب وترجع مثل اول. حبيبي قوم يلا وشوفني شو لابست لك. لابسه فستان الحرس. انا بعرف انك قوي كتير ورح تقوم وما رح تتركني لوحدي. انا عم بسمعك، ان شاء الله اسمعني كمان. يا مدام لو سمحتي بكفي هيك، لازم تطلعي. يلا جاي. لا تخاف حبيبي، انا رح ضل جنبك. اذا فتحت عيونك رح تشوفني. انا بحبك يا روحي. ان شاء الله خلصيني، هلا بتبهدل. ماشي جاي. لساتك واقف هون؟ ما تعبت؟ لا ما تعبت. خليني واقف هون، بلكي احتجتوني بشي شغلة. شكرا. اصلا ما ضل شي نساوي غير انه نستنى. اكيد بتحتاجوني، خليني هون جنبكم. بعرف انه انت حابب توقف جنبنا. وين هي؟ بالغرفة. الست شريفة وبانا وكامل ومرتك كلهم جوا. وانت واقف هون؟ سليم بنصحك تروح على بيتك، ضروري كتير الواحد يعرف لوين بينتمي. انت ما قصرت معانا ابدا سليم، شكرا كتير، بس لازم تتركنا نحل امورنا لحالنا. هذا احسن شيء لك واحسن شيء للي نايم جوا. شكرا. شو يعني بدنا نضل قاعدين هون؟ خلينا نطلع لفوق نرجون حالنا، بلكي بدهم دم او شيء. بنقلن هالشي ومنزل. أنا قلت لهم لا تعذب حالك أبدا، بعدين اللي بده يساعد ما بيغيب كان الغيبة. اللي أنت وين كنت لهلأ؟ كان عندي شغل. شو هالحكي؟ لكان قلت لي شغل معك حق، الشغل الوسخ بده وقت طويل. شو قصدك بهالحكي؟ كينان أنت بتعرف منيح شو قصدي بهالحكي. اللي إنه مالك علاقة باللي صار. لا أبدا مالي علاقة. أصبح تطلع فيي وجاوبني، قل لي انك انت ما بعتت حدا لحتى يضربه. انا ما بعتت حدا، عم تفهمي؟ شو رايكم تبلوني بتسونامي كمان؟ والله العظيم اذا بيطلع لك ايد باللي صار بترك لك البيت وباخذ الاولاد وبمشي، وبحياتك ما عاد تشوفني ولا تشوف الاولاد. ابوكي ما بده يجي؟ لا ما بيقدر يجي، صعب عليه. ما بيقدر لانه قاعد على كرسي متحرك، وكمان علاجه لسه ما خلص، مستحيل انه يجي. لازم يجي يوقف جنب ابنه حتى لو اجى عم يسحب زحف. هو حكاني ولي انه جاي، بس انا منعته وبالزور لحتى اقتنع. قلت له انه الوضع ماله سيء ابدا، بظن هيك احسن. لا كان لازم تقول له الحقيقه، لازم يجي يوقف جنب ابنه اللي ممكن يموت باي لحظه. مرت عمي من شان الله لا تقولي هيك. انور قدرت تحكي مع عمتي وجدي؟ تليفون عمتك ميسون مسكر وما قدرت اتصل بجدك دانا. بصراحة خفت انه ما يتحمل الخبر. لازم نتصل فيه ونخبره، يعني مو احسن ما يعرف من الجرايد والتلفزيون؟ كنت هلا عم احكي مع الدكتور. مهند يمكن ما يفيد. الله أكبر على هالحكي، شو عم تحكي أنت؟ شلون يعني ما يفيق؟ مهند بده يموت يعني؟ ردوا. خلص أمي بكفي بك، مشان الله خلص هلا بتشوفك نور. ما سمعتي شو عم بيقول؟ ابني عم يموت، أخوك عم يموت، يا دانا عم يموت. نادي للدكتور مشان يعطيها إبرة مهدئ ثاني. وين نور؟ حدا شافها؟
رب دخيلك تخلي لي ابني الوحيد. يا ربي انا شو عملت لك لتساوي فيني هيك يا الله؟ ماما عم اقول لك حاجه بك بقى بكفي. عم لكم حدا شاف نور؟ جنب العنايه المشدده عم تطلع على مهنا. انا هلا كنت جنب العنايه وما شفته. لا تقوم تساوي بحالة شيء. لا الله لا يقدر. لازم ندور عليها ونلاقيها. جاي معك. استناني جاي معك. ايه روحي معه. وهي بهالحالة هي ممكن تعمل بحالة اي شيء. نور قوية انت لا تخافي عليها. طيب وينها لكان؟ بانا دوري تحت وانا بدور هون ماشي؟ طيب. نور كنا عم ندور عليك. نور نور شو صافني؟ يعني وقفتك هيك من دون أكل ولا شرب وسكوتك؟ طلع يا كامل هذا هو المكان اللي ببلش فيه الأمل. نحن هيك كنا صغار بعاد عن الألم. كنا كلنا هيك والأمل مضوع عيوننا. بس بعدين كبرنا ركضنا وقعنا وضحكنا وعشقنا. بس أنا ما فقدت الأمل أبدا. مهند هو أملي الوحيد. أملي الوحيد. اشتقت له. طيب الدكاترة ما قالوا لك شيء، كيف بدنا نعرف شو عم بيصير؟ ما قالوا لي شيء أبدا. يا رب لا تتخلى عنه. الدكاترة كلياتهم جوا. إن شاء الله يطلع معهم نتيجة. يمكن بدهم يفيقوه لأنه من شوي سمعت الدكاترة عم يحكوا هيك شيء. يا ريت، بس لو بدهم يفيقوه كانوا قالوا. ها دكتور إجا. شوفي شو عم يصير جوا. أخبار مو منيحة. يا رب تلطف وتجيب العوائد سليمة. دخيلك قلي شو صار معه. رغم كل شيء عملناه فقدنا الكلية الثانية ما قدرنا نمنع الاختلاطات أبدا. لا للأسف تقطيع الأمعاء يلي صار زاد الاختلاطات بشكل كبير. صار يلي كنا خايفين منه. شو معناته هذا الحكي يا دكتور؟ أنا ما عم بفهم. فهمنا حكي بوضوح أكتر. طيب فهمنا شو بدنا نساوي؟ شو لازم نعمل هلأ؟ بده يضل نايم لحتى نلاقي كلية تناسبه. اللجنة الطبية اللي عنده شايفة إنه لسه بكير على فئته. لازم نلاقي كلية بأسرع وقت. كيف يعني؟ خدوا كليتي. إن شاء الله تتوافق كلية حدا منا معه. فجر بدياك شوي. إذا توافقت الأنسجة بيناتكم رح تعطيه؟ ريهام شو هالسؤال؟ طبعا بدي أعطيه. هيك رح يضل عندك كلية وحدة. بركي صار شيء للكلية الثانية. شو بيصير وقتها؟ ابن عمي عم بيموت وأنت عم تحكي هالحكي؟ بلا حكي ولا طعمة. يمكن نازل ضغطي. تعي جنبي. لازم تريحي حالك شوي يا ست شريف. ليش ما عملوا لي تحليل؟ لأنه احتمال تتوافق أنسجتنا معه أكتر يا نور. وبلكي ما توافقت أنسجتكم. ما بعرف هيك قالنا الدكتور. بالأول القرايب من الدرجة الأولى. أنا ما بعرف ما دخلنا. دانا بس نحن عم نضيع الوقت هيك على الفاضي.